نظمت أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن صالونا ثقافيا تحت عنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية. ناقش الصالون عدة محاور منها مصر والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة للحوار الوطني كرؤية حقوقية. حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بتنظم النهاردة الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتشريف معالي السفيرة مشيرة خطاب وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ظل أن مصر تتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، قامت بما يخص ملف حقوق الإنسان بالكثير من المبادرات والإجراءات. الحقيقة بحيي حزب حماة الوطن لتنظيم هذا الصالون والاختيار هذا اليوم تحديدا، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. اليوم ده السنة دي بالذات مهم لينا أكتر من أي سنة مضت. مجلس قومي لحقوق الإنسان بيفخر إنه انتهى من وضع إطار لخطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لمصر وداعم لمصر في مجالات كثيرة جدا ومنها موضوع حقوق الإنسان. هذا الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بيؤكد أن مصر لديها إرادة سياسية حقيقية على تنفيذ كل ما جاء في الاستراتيجية، وفي نفس الوقت دعم أكبر لحقوق الإنسان في مصر واهتمام بأنه يبقى في بنية تشريعية حافظة لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت اهتمام بهذه المشروعات. احنا لدينا مشروع مهم جدا، مشروع حقوقي وهو مشروع حياه كريمه، اتصور ان هو من المشروعات المهمه اللي بتقول ان مصر لاي مدى مهتمه بمنظومه الحقوق المدنيه والسياسيه وايضا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه.